اي واحد اكيل سي فود هيقول لك اه بس دي مش دي ما فيهاش يعني بطارخ بتاعت الجمبري بتبقى في راسه. فاي واحد اكيل سي فود هيقول لك دايما شيل الراس ومصها الاول قبل ما ترميها ولا ممكن يبقى فيها البطارخ بتاعت الجمبري. ندوق الحجم ندوق الجمبري الحجم عجبني ما هوش الوسط اللي بقى يتقال عليه وسط اللي هو الصغير وما هوش الجامبو الكبير قوي اللي ساعات بيبقى مفتل حجم حلو كده في النص والتتبيله حلوه لا برافو يا شيف لا لا يعني بص لما بقول دايما بقول يا جماعه لما بقول رايي نمره واحد بقول رايي على اساس اللي بيتقدم لي او على اساس اللي انا باكله ونمره اتنين على اساس ذوقي انا فانا بالنسبه لذوقي انا الجمبري ده معمول حلو قوي طيب انا دوقت الجمبري بس ممكن ما يكونش السمك بنفس الحلاوه ممكن ما يكونش مش عارف ايه اه بس اداني مؤشر مهم قوي وهو ان القائمين على المطبخ سواء من عيله الصفواني او من اللي بينفذوا هم فاهمين هم بيعملوا ايه اه ده البطروخ بقى اللي انا كنت بقول لكم عليه هو البرتقاني اللي فوق ده ولا لونه برتقاني ده هو ده البطارخ هسيبكم بقى واكل شويه